بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله معدنا مع المحاضرة الرابعة بخصوص مادة التفكير المنطقي ومناهج البحث لطلاب الفرقة الثانية شعبة المحاسبة. النهاردة هناخد إن شاء الله مراجعة الإنتاج الفكري. مراجعة الإنتاج الفكري. الإنتاج الفكري قبل ما نعرفه، الإنتاج الفكري بصفة عامة كده مجموعة الأبحاث والمقالات والرسائل سواء دكتوراه أو ماجستير اللي هي كتبت قبل كده في هذا الموضوع أو في موضوع البحث اللي أنت بتقوم به في إنتاج اللي هو الإنتاج الفكري السابق، يعني الدراسات السابقة في هذا الموضوع اللي قبليه كتبوا ايه بخصوص هذا الموضوع. هنبدأ ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن مراجعة الانتاج الفكري من خلال التعرض لثلاث نقاط اساسية او رئيسية. النقطة الاولى تعريف الانتاج الفكري. النقطة الثانية معايير اختيار الانتاج الفكري. النقطة الثالثة دلالات الانتاج الفكري. نيجي مع بعض في اول نقطة اللي هي تعريف الانتاج الفكري. الانتاج الفكري هو او يمثل كل الجهود السابقة المتمثلة في الدراسات والبحوث والكتب والمقالات التي تدور حول موضوع البحث. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل المجهودات السابقة اللي كانت في موضوع البحث اللي انت هتشتغل فيه او قريب منه، سواء كانت مثلت في دراسات او بحوث او كتب او مقالات لا علاقة بموضوع البحث اللي انت هتشتغل عليه، والتي يمكن للباحث الوصول اليها والاستفادة منها. يبقى ايه هو تعريف الانتاج الفكري؟ هو يمثل كل الجهود السابقة المتمثلة في الدراسات والبحوث والكتب والمقالات التي تدور حول موضوع البحث والتي يمكن للباحث الوصول اليها والاستفادة منها. يبقى ده تعريف الانتاج الفكري. يبدأ الباحث بمراجعة الانتاج الفكري منذ وقت مبكر. يبقى لازم قبل ما اشتغل في موضوع البحث بتاعي ابدأ بمراجعة الانتاج الفكري اللي هي الابحاث والمقالات والكتب اللي اتكتبت في هذا الموضوع من قبل. بل ان هذه المراجعة او المراجعة دي تعتبر من أول الخطوات التي يجب أن يقوم بها الباحث. ليه بقى لازم أرجع في الكتابات اللي قبل كده؟ لأن ممكن وأنا برجع لهذه الكتابات أو البحوث أو الدراسات الباحث يكتشف أن الموضوع اللي اختاره البحثه أنه اتكتب فيه قبل كده أو اتعالج قبل كده، حد كتب فيه قبل كده وبعدين يعني وبالتالي انه لو كتب فيه هيبقى مجهود على الفاضي لانه سبق الكتابة فيه قبل كده. تمام؟ طيب كده احنا عرفنا الانتاج الفكري وقلنا كل الجهود يتمثل في كل الجهود السابقة المتمثلة في الدراسات والبحوث والكتب والمقالات التي تدور حول موضوع البحث والتي يمكن للباحث الوصول اليها والاستفادة منها. وقلنا ان الباحث لازم يقول اول خطوة يقوم بها مراجعة الانتاج الفكري، بل من ان اهم خطوة ومراجعة الانتاج الفكري عشان ما يبذلش مجهود على الفاضي، وان هو يعرف اذا كان هذا الموضوع حد سبقه في الكتابة فيه ام لا حتى لا يضيع مجهوده على الفاضي. طيب هنتكلم عن نقطتين ينقسم ليهم مراجعة الانتاج الفكري، هما نقطتين مهمين جدا. اول نقطة ادبيات البحث، اما تاني نقطة
فهي الدراسات السابقة. يعني إيه أدبيات البحث؟ أدبيات البحث بتشمل جميع المواد التي تحتوي على معلومات حول موضوع البحث، كل المواد اللي بتحتوي على معلومات على موضوع البحث، والتي يمكن للباحث الرجوع إليها لتكوين خلفية علمية عن موضوع البحث. يبقى جميع المواد هي أدبيات البحث. قلنا الإنتاج الفكري، قلنا الإنتاج الفكري ينقسم لأدبيات البحث والدراسات السابقة. قلنا أدبيات البحث تشمل إيه؟ جميع المواد التي تحتوي على موضوعات البحث والتي يمكن للباحث الرجوع إليها لتكوين الخلفية العلمية الموضوعية عن موضوع البحث. طيب هذه المواد بتتوفر في أشكال إيه؟ زي مثلا الكتب والإصدارات اللي بتصدرها مؤسسات، زي مؤسسات مثلا يعني مثلا جريدة رسمية زي جريدة الجمهورية أو جريدة الأخبار. تمام، يبقى إيه تعريف أدبيات البحث؟ قلنا يا جميع المواد التي تحتوي على معلومات حول موضوع البحث والتي يمكن للباحث الرجوع ليها عشان يكون خلفية علمية موضوعية عن موضوع البحث. قلنا من الأشكال اللي بتتوفر فيها الكتب والإصدارات اللي بتصدرها مؤسسات مسؤولة في الدولة والتي تتضمن معلومات كانت لا تتوافر في مصادر أخرى. تمام؟ طيب هنتكلم يعني برضو عن الجزء الثاني واللي هو الدراسات السابقة. هنتكلم عن الجزء الثاني اللي هو من عناصر الإنتاج الفكري اللي هو الدراسات السابقة، ويشمل هذا الجزء الدراسات العلمية السابقة ذات الصلة بالموضوع. الدراسات العلمية السابقة ذات الصلة بالموضوع التي تنشرها الدوريات العلمية المحكمة والتي تتضمنها أعمال المؤتمرات المتخصصة. طيب يبقى الجزء ده الدراسات العلمية اللي هو الدراسات السابقة اللي هي الدراسات العلمية اللي ذات صلة بالموضوع، وده بتنشرها في دوريات علمية اللي هي بتتنشر فيها الأبحاث في الجامعات، دي بيسمى عليها دوريات علمية. الأبحاث اللي بينشرها السادة الباحثين سواء كانوا دكاترة أو أساتذة أو مدرس أو الترقية، أبحاث ترقية، أو بينشرها حد من الخارج مفيش مشكلة، لكن هي بتبقى دوريات أو مجلات علمية كده محكمة بيقوم بتحكيمها السادة المختصين في الأقسام المختلفة في الجامعات أو الكليات. كذلك برضو أعمال المؤتمرات اللي هي المؤتمرات المتخصصة في موضوعات معينة إذا كانت قريبة من موضوع البحث. وهدف هذه الدراسات هو توسيع مدارك الباحث، بتوسع الفكر بتاع الباحث، بتمده بأفكار جديدة وبتزود من حصيلته من المعرفة عن موضوع البحث، بالإضافة إلى التعرف على تجارب الآخرين والإلمام بالمجهودات اللي بذلوها بخصوص هذا الموضوع، بالإضافة إلى الاستفادة من النتائج التي توصلوا إليها. يبقى احنا خدنا أول جزء أدبيات البحث، قلنا وجميع المواد التي تحتوي على معلومات حول موضوع البحث والتي يمكن للباحث الرجوع إليها لتكوين خلفية علمية موضوعية عن موضوع البحث. قلنا أن هذه المواد بتتوفر في الكتب والإصدارات التي تصدرها مؤسسات مسؤولة في الدولة. قلنا الجزء الثاني من الإنتاج الفكري أو العنصر الثاني غير أدبيات البحث هو الدراسات السابقة. وقلنا هذا الجزء بيستعرض الدراسات العلمية السابقة ذات الصلة بالموضوع والتي تقوم بنشرها مجلات علمية محكمة
او الدوريات اللي احنا بتصدرها الجامعات، ويبقى فيها مجموعه من الابحاث ويقوم بتحكيمها اساتذه متخصصين في الكليات، كل كليه بحسب تخصصها. وكذلك برضو لا نستطيع ان نتناسى او ننسى دور المؤتمرات المتخصصه. تمام، وقلنا ان الدراسات السابقه دي بتوسع من مدارك او من فكر الباحث وبتزود من حصيلته من المعرفه عن موضوع البحث، بالاضافه الى ان هذه الدراسات بتعرف الباحث بتجارب الاخرين وبمجهوداتهم في وكمان بنتائجهم بخصوص هذا الموضوع او هذا الموضوع البحثي. يبقى احنا خدنا تعريف الانتاج الفكري وخدنا عناصر اللي هو ادبيات البحث والدراسات السابقه، وهنتكلم دلوقتي عن النقطه الثانيه المهمه اللي هي معايير اختيار الانتاج الفكري. ينبغي على الباحث ان يحرص على توفر او ان هو يحرص ان في لازم معايير معينه لازم تبقى موجوده في الانتاج الفكري اللي هيراجعه. لازم في معايير محدده الباحث يدور عليها في كل انتاج فكري هو هيراجعه. ايه هي بقى؟ اول حاجه ان تعالج كل ماده فكره جديده. لازم الانتاج الفكري اللي انا هراجعه لازم يكون بيعالج افكار جديده، مش افكار اتكتب فيها قبل كده، حتى تكون جديره بالقراءه والمحتوى. اتنين، ان تكون كل ماده ذات علاقه بموضوع البحث. لازم بالاضافه ان كل ماده بتيجي بفكره جديده لازم برضو يكون لها علاقه بموضوع البحث. ثلاثه، ان يتم تجميع المواد التي تتناول فكره واحده في موقع واحد بحيث يسهل على الباحث متابعتها ومقارنتها بتعليقات الباحث. يعني كل مواد او كل مجموعه عناصر ليها او بتتناول فكره واحده يجمعها الباحث في يعني تتجمع في موقع واحد عشان القارئ يقدر يتابعها ويقارنها بآراء. أربعة، لازم الباحث برضو يحرص على توضيح العلاقة ما بين المواد اللي بيراجعها وموضوع البحث. علاقتها إيه؟ هل علاقة كلية أم علاقة جزئية؟ هل هي علاقة كلية أم علاقة جزئية؟ خمسة، لازم يبقى فيه تجارب وخبرات متنوعة يمكن للمعايير دي. يعني المعايير دي يجب ان تتضمن تجارب وخبرات متنوعه بحيث ان القارئ يقدر يستفيد منها. يبقى المعايير دي، المعايير اللي يجب توفرها، لازم يتوفر فيها تجارب وخبرات متنوعه. تمام. طيب اخر حاجه، ان تدون البيانات البيبليوغرافية عن كل مادة ليسهل الرجوع إليها، وأن تتضمن قائمة المراجع بيانات كاملة عنها، وأن تتضمن قائمة المراجع بيانات كاملة عنها. يعني لازم كل مادة يبقى ليها داتا أو بيانات يسهل الرجوع إليها، وأن برضو قائمة المراجع في كل مادة لابد ان يكون لها قائمة مراجع يسهل الرجوع اليها. اخذنا المعايير، قلنا لابد ان تعالج كل مادة فكرة جديدة، وان تكون كل مادة لها علاقة بموضوع البحث، وقلنا ان لابد ان يتم تجميع المواد التي تتناولها فكرة واحدة في موقع واحد حتى يسهل للقارئ متابعتها، وقلنا لابد أن يحرص الباحث على توضيح العلاقة ما بين المواد التي يقوم بمراجعتها وموضوع البحث، وسواء كانت هذه العلاقة كلية أو جزئية. وقلنا كمان لابد أن هذه المعايير يجب أن تتضمن تجارب وخبرات متنوعة يمكن للقارئ الاستفادة منها،
وأخيرا لابد أن تدون البيانات البيبلوجرافية عن كل مادة ليسهل الرجوع إليها، تمام، وأن تتضمن قائمة المراجع بيانات كاملة عن يعني الداتا بتاعت كل مادة، لابد أن تكون متعنونة ومتبوبة ويكون لها داتا بحيث يسهل الرجوع إليها. آخر حاجة هناخدها مع بعض النهاردة، دلالات مراجعة الإنتاج الفكري. دلالات مراجعة الإنتاج الفكري، إيه الفايدة من مراجعة الإنتاج الفكري؟ أو إيه فوائد دلالات، يعني فوائد مراجعة الإنتاج الفكري؟ نقدر نقول إن مراجعة الإنتاج الفكري يترتب عليها فائدة في المجالات التالية، واحد، زيادة معرفة الباحث بموضوع البحث وتوسيع مداركه. زيادة هيمده بمعلومات جديدة، زيادة معرفة الباحث بموضوع البحث وتوسيع مداركه، يعني هيوجه تفكيره نحو موضوعات ممكن تكون هي غايبة عنه. 2، يفيد استعراض الباحث للدراسات السابقة تجنب التطرق إلى موضوعات سبق تناولها، تمام؟ يبقى لما الباحث هيرجع للدراسات السابقة، ده مهم قوي زي ما قلنا، هيجنب الباحث إن هو يقوم بعمل بحث في موضوع حد كتب فيه قبل كده، فممكن يتناول نفس الموضوع من جوانب مختلفة أو يستكمل جوانب اللي قبليه ما كتبش فيها أو لم يسبق التطرق إليها. يعني استعراض الدراسات السابقة هيحمي الباحث إن هو يكتب في الموضوع ده من جديد وهو اتكتب فيه قبل كده، أو هيفيده إن هو ممكن يكتب في نفس الموضوع بس من جانب مختلف أو يستكمل هذا الموضوع، إذا كان هذا الموضوع وقف عند حد معين فممكن يكمل هذا الموضوع، ويبقى بالتالي جاء أو أضاف جديد لموضوع البحث، تمام؟ برضو الإنتاج الفكري بيوضح الجهد اللي بذله الباحث في البحث والاطلاع على الدراسات التي سبق إجراءها، تمام؟ يعني لما بتروح حضرتك تسجل رسالة ماجستير أو دكتوراه للمشرف أو الأستاذ المشرف، فبيقول لك انت عملت ايه، بتقول له انا راجعت الانتاج الفكري كذا وكذا وكذا، كتب ومجلات ومقالات، فالاستاذ بيقدر هذا المجهود، فده بيبين مجهودك اللي انت بذلته في البحث والاطلاع على الدراسات اللي سبق اجراءها من قبل. برضو من دلالات مراجعة الانتاج الفكري بيبين لنا ايه البيانات اللي انت، هل البيانات اللي انت اطلعت عليها دي اللي في الدراسات السابقة هل كانت بيانات حديثة أم لا، من خلال الاطلاع على الفترات الزمنية التي تمثلها تلك الدراسات. يبقى برضو مدى حداثة هذه البيانات، أنت اطلعت بس طبعا اطلعت، عايزين نعرف هذه المعلومات حديثة أم قديمة، وده من خلال بنعرفه من خلال الفترة الزمنية اللي صدرت فيها هذه أو التي أصدرت فيها تلك الدراسات. برضو مراجعة الانتاج الفكري بتفيدنا في تكوين مشكلة البحث وصياغتها. تكوين مشكلة البحث عن طريق الدراسة السابقة، اقدر ان انا احط ايدي على مشكلة البحث واقدر ان انا اصيغها. برضو من مزايا الدلالات الخاصة بمراجعة الانتاج الفكري، تعريف الباحث بالأدوات التي تم استخدامها في الدراسات السابقة، يعني الناس اللي سبقوه في موضوعات لها علاقة بموضوع البحث بحثوا هذا الموضوع ازاي، ايه الأدوات اللي استخدموها في بحث هذا الموضوع. وأخيرا برضو عن طريق مراجعة الإنتاج الفكري يستطيع الباحث أن يتعرف على الصعوبات والمشكلات التي واجهت من قبله، ويستطيع برضو الاستفادة من الطرق والوسائل التي تم عن طريقها
تجاوز تلك الصعوبات التي واجهها الباحثون السابقون. يعني عن طريق مراجعة الإنتاج الفكري هنستطيع أن احنا نطلع على الصعوبات والمشكلات اللي واجهت الباحثين من قبل، بالإضافة إلى الطرق اللي وصلوا لها للتغلب ولتجاوز تلك الصعوبات التي واجهها هؤلاء الباحثون. يبقى احنا النهاردة كده تطرقنا لتعريف الإنتاج الفكري بعنصري اللي هو أدبيات البحث والدراسات السابقة، وتناولنا ايه هي معايير اختيار الانتاج الفكري، وقلنا ايه برضو بعد كده اتكلمنا عن فايدة او دلالات الانتاج الفكري. وعلى فكرة موضوع الانتاج الفكري ده مهم جدا جدا، لان انا من وجهة نظري هو اساس البحث او اهم حاجة في البحث او الخطوة الاولى قبل البداية في اي بحث، فهو اساس اي بحث، فموضوع مهم جدا ومش بعيد ان هو يكون يعني من اهم الاسئلة في الامتحان. ويبقى كده احنا انتهينا من محاضرة النهاردة، واي استفسارات او تساؤلات بخصوص هذا الموضوع او اي استفسارات بخصوص المحاضرات التي سبق شرحها ارجو التواصل، وهنرد عليكم على موقع المعهد في اقرب وقت ممكن. وشكرا.